السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملة معاكم في محاضرات Techniques of Scientific Writing دكتورة سماء شهيب، كلية حاسبات معلومات جامعة المنصورة. النهاردة المحاضرة بتاعتنا ضمن سلسلة الـ Presentation and الـ Communication Skills اللي بدأناها المحاضرة السابقة. محاضرة النهاردة تحت عنوان Guideline for Verbal or Non-Verbal Skills Used by Presenter، إيه هي Techniques of Verbal and Non-Verbal علشان تكون Presenter ناجح. هنبدأ مع بعض أول جزء Guideline for Verbal Skills Used by a Presenter. بادئ بالإنفليكشن أو تغيير في الصوت، بادئ ببعض التعليمات أو بعض الجايدلاينز اللي حضرتك لو اتبعتها في حاجات هتتبعها وفي حاجات هتتجنبها. لو حضرتك اتبعت الجايدلاينز المستهدفة حضرتك في الحالة دي هتوصل لأحسن بريزنتيشن أو فيربال بريزنتيشن إن شاء الله. الحاجات اللي هتتجنبها برضو هتقوي من البريزنتيشن بتاعك. بيقول لك في الحالة أول واحدة do speak don't speak. do speak بيرشدنا هنا إن إحنا نتكلم بحماس في الصوت. don't speak in a boring monotone، ما تتكلمش برتابة مملة. qualify اتكلم بنبرة دافية سعيدة، ما تتكلمش بنبرة مشتتة أو مشتتة للانتباه. ما تدخلش أنين كتير في وسط الكلام. صوتك وطبقة صوتك، يعني مستوى الصوت نفسه الفوليوم، do speak audibly يعني الصوت يكون مسموع. don't speak too quietly aware of this pitfall especially لو كنت using visual aids أو إن أنت سيدة أو your volume tends to drop to the ends of your sentence. تجنب إن صوتك ينزل لمستويات غير مسموعة، وخصوصا في الحالات التلات حالات المذكورة. لو أنت بنت مثلا بتتكلمي، لو بتستخدم visual aids معينة ما تنزلش بالصوت قوي. your volume tends to drop to the ends of your sentence. أحيانا بتفقد نفسك في آخر الجملة، فتجنب، خد نفس عادي، نظم نفسك أثناء الكلام وتجنب أن أنت تفقد نفسك مع نهاية الجمل. السبيد بتاعتك، سرعتك في الأداء، اتكلم بسرعة منطقية، بسرعة كافية للحفاظ على الطاقة، مع فترات توقف فعالة قبل أو بعد المصطلح الرئيسي، وفصل العناصر في سلسلة بيشير أو بيؤدي إلى انقطاع الأفكار، تمام، او انقطاع كتير في التفكير للأودينس. فتخلي بالك برضو ان انت ما تتجنب الفصل الكتير وتتجنب البطء الشديد، وان انت تمشي على سرعة واحدة بدون تغيير في السرعات بتاعتك، فبالتالي برضو بتخلي اللي قدامك يفقد تركيزه. بالنسبة للإنانسيشن او النطق بتاعك، do enunciate clearly mumble which may be associated with talk too quietly and don't use run-on words which may be caused with talking too quickly. The final consonants such as thousands, ja and go كده ما تقولش الكلام ده. يعني ايه الكلام ده؟ برضو هنترجمه بسرعة. اتكلم بوضوح وما تاكلش الكلام او ما تاكلش الحروف اللي موجوده في الاخر، الكونسونانس اللي موجوده في اخر الكلمه. حاول تكون مخارج حروفك دقيقه ونطقك سليم، تمام. هنا بيعرض لنا الجايدلاين فور نون فيربال سكيلز. حتى النون فيربال، حتى البادي لانجوج، حتى الاشارات الايد نفسها ليها سكيلز لازم حضرتك كبرزنتر قبل ما تبدا البرزنتيشن بتاعتك لازم تكون عارفها كويس جدا. متكلم هنا اول حاجه عن الفول بادي موفمنت، do more deliberately
حركتك تكون مدروسة ومقصودة، ما تتحركش بشكل عشوائي. طيب دي فايدتها ايه؟ اول حاجة بتعبر عن الحالة المزاجية لحضرتك، إيه ان حضرتك في حالة مزاجية ومستقبل او يعني هتستقبل اللي قدامك بشكل مرحب بيه، إيه بتلفت الانتباه، بتعزز فكرة معينة إيه عشان يعني تنتقل من فكرة لفكرة تانية او من نقطة لنقطة تانية. أو ممكن لو هي نقطة مهمة ممكن تميل لقدام بجسمك، ففي الحالة دي بتكون النقطة دي المفترض إن اللي قدامك يركز فيها. طيب don't move randomly، ما تتحركش بشكل عصبي أو بشكل عشوائي، ما تتحركش كتير بشكل مستمر، لازم تكون حركتك مدروسة كويس جدا، ما تتحركش حركات عصبية شديدة أو فجائية بغرض لفت الانتباه، لأ اتحرك برضو smoothly، حتى لو عشان لفت الانتباه برضو تكون حركتك smoothly. hand and arm gestures، حركة الإيدين، حركة الإيدين خد بالك منها جدا. do gesture naturally as you would in conversation to reinforce your content such as describing size or shape, emphasizing an important point, enumerating a list or pointing to a special item on your visual aid. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتحرك بصورة طبيعية غير مبالغ فيها، مثلا لو انت عايز تقوي او تعزز المحتوى بتاعك بتوصف شكل معين، بتبدأ تحرك ايديك عشان توصف حجم الشكل ده او شكله فعلا، او اتأكد ان هي حضرتك بتشاور لنقطة اثناء عرض، لو في نقاط معروضة على الديتا شو مثلا حضرتك بتستخدم ايديك عشان تشاور على نقطة معينة. ما تتحركش في موضع واحد، او بتثبت ايدك، او ايماءات مصطنعة، او ان انت تقفل ايديك وانت بتتكلم، تقفل ايديك تضم صوابعك على بعضها وانت بتتكلم، او تضم ايديك الاتنين، ده في الحالة دي انت بتعبر للي قدامك ان انت مش قادر ان انت تستقبله او مش هتعمل conversation مع الشخص المستمع مع الاودينس بتاعك. تاخد بالك ان بعض الاشارات بالايدين ممكن، ودي نقطة مهمة جدا، بعض الاشارات ممكن في كلتشر معينة تكون اكسبتابل، كلتشر تانية نوت اكسبتابل، زي ايماءات مثلا الصوابع. في بعض الايماءات عندنا في مثلا في الثقافة المصرية غير مقبولة، بعض الايماءات التانية في ثقافات تانية نفس الايماءة بتكون الاودينس بيتقبلها رغم ان هي نفس الجيتشر الخاصه اللي حضرتك بتستخدمها. فتعرف كويس جدا الاودينس اللي حضرتك، يعني مثلا علامه اللايك في اليابان مثلا غير مقبوله، دي تعتبر شتيمه عندهم، تمام، ودي في يعني انترناشونالي بتبقى هي بتعبر عن اللايك مثلا، تمام. ففي الحاله دي ناخد بالنا الكالتشر اللي احنا بنكلمها او بنتعامل معاها او الاودينس بتاعنا من اي كلتشر. بعد كده بيجي للفيشيال اكسبريشن، بيقول لك الفيشيال اكسبريشن لازم بتاعتك تكون مرتاحة مش عصبية، ما تكونش جامدة او خالية من التعبيرات، لا عبر بوشك عادي على حسب الكونتنت بتاعك بتعرضه عن ايه. الاي كونتاكت بتاعتك، الاي كونتاكت تخلي بالك جدا تبص على المجموعه كلها مش على جنب واحد من الاوضه او من الاودينس اللي بيستمعوا لحضرتك. ما تستقصدش او ما تخصش بنظراتك بعض المستمعين يعني تهمل الباقي. احيانا غصب عننا واحنا في مثلا في قاعه بنبص على الجزء الخلفي من المكان، ما بناخدش بالنا ان في جوانب، تمام، عينينا دايما بالجزء الخلفي اللي في الوسط، تمام، فناخد بالنا جدا ان احنا ما نركش نظرنا في الاتجاه ده فقط. طيب البوتشر او وقفتك، حتى وقفتي، ايوه ناخد بالنا من الوقفه.
لازم تكون مستوي الظهر، حضرتك واقف مش مايل ليمين ولا شمال، طبعا تقف بطريقة جيدة احترافية، جسمك مفرود براحة داخلية، محدش ماسك لك عصاية قدامك، يعني حضرتك تقف براحة مش قريب من الناس قوي ولا بعيد، تسيب مسافة معقولة، ما تتحركش كتير من مكانك عشان ما تسببش تشتت انتباه للي قدامك. بعد كده دريسنج، لبسك، لبس لازم يكون مريح، ذوقه جيد، مناسب للبرزنتيشن اللي حضرتك بتعملها، ألوانه مش ملفتة، أي ملابس ممكن تصرف الانتباه أو اكسسوارز زيادة ممكن تبعدك عن رسالتك اللي حضرتك جاي تقدمها، أو مثلا نظارة شمس تحطها على راسك أو على سبيل المثال، فحضرتك تجنبها تماما. ابروتش، مكان وقفة حضرتك قلنا ما تقربش قوي من المتلقي او من الاودينس، اتصرف بهدوء بدون تردد، اقف يعني اقف في صوتك تمام ما بين كل فقرة والتانية، اعمل تواصل بصري للي حواليك خلال الوقفة دي، بحيث ان انت تتأكد ان انت بتجذب انتباه كل اللي قدامك، وفي نفس الوقت بتشوف علامات وشهم، زي ما احنا هناخد في محاضرة جاية ان شاء الله، ان هتعرف من خلال الفيشل اكسبريشن اللي قدامك الفيدباك اذا كان هو معاك مركز مش مركز، متصل مع الفكرة اللي حضرتك بتقولها او لا، من خلال هم كمان الاودينس بيبان عليهم الفيدباك من خلال نون فيربال برضو فيشل اكسبريشنز. طيب دلوقتي هنتنقل لجزء مهم جدا بعتبره من اساس البرزنتيشن سكيلز، ان حضرتك تفهم الاودينس بتاعك. طيب قبل ما نجهز البرزنتيشن بتاعنا لازم نفهم الاحتياجات للاودينس بتاعنا. قبل الإعداد لازم أخد بالي من حاجة مهمة عشان أوصل لعنصر الإقناع، إن المستمع اللي قدامي سايكولوجياً ليه نيدز، النيدز دي لو مش متحققة عنده مش هقدر أوصل له الفكرة اللي أنا جاي أقدمها. النيدز دي تلخصت في هرم ماسلو، ماسلو بيراميد أوف نيدز، ده هرم ماسلو للاحتياجات الخاصة بأي إنسان، بيبدأ من تحت لفوق. أول ليفل في هرم ماسلو بيزك نيدز، الاحتياجات الأساسية، وهي المستوى الأدنى أو أقل واحد، اللي هي من أقوى الاحتياجات عندنا، عادة ما يتم ناخدها كنقطة أساسية لنظرية التحفيز، وتسمى أيضا الدوافع النفسية. أي إنسان بيبذل جسمه مجهود تلقائي للحفاظ على الحالة الطبيعية يعني stable and normal state تمام لمجرى الدم، دي الحاجة بتاعته للجوع والعطش والنوم. احنا مش هنقدر ان احنا الاهتمام بأي احتياجات تانية الا لو وفرنا لجسمنا الاحتياجات الاساسية دي، وهي اعلى الاحتياجات احتياجا للتلبية تمام. تاني ليفل في هرم ماسلو الاحتياج للامان، security needs، الاحتياج للامان مش بس الاحتياج للامان ان حوالينا مفيش حرب، لا، الاحتياج للامان ممكن يكون ايكونوميكال، ممكن يكون احتياج للامن والسلامه، ان انت مطمن ان مفيش حاجه مثلا هتولع جنبك، ماشي، الامان من الناحيه الاقتصاديه، الامان من ناحيه الدخل. ثالث جزء في ماسلو belonging needs، حاجه الانتماء، احنا بندركها بمجرد تلبية احتياجات الامن والسلامة والامان. دايما الانسان بيدور على ان هو يكون مجموعة وهو يكون منتمي لمجموعة، احساسه بالانتماء
وإن في مجموعة مرتبط بيها وبتخاف عليه وبيخافوا على بعض، دي الليفل نمبر 3 في ماسلو بيراميد. بعد كده احتياجات المحبة والتقدير love or esteem needs. إذا تم تلبية الثلاث احتياجات السابقة هيظهر احتياج الانتماء. بعد الاحتياج الانتماء هتبدأ الرغبة في تلبية احتياجات إن هو حد بيحبه ويقدره، أو إن الإنسان ده محبوب من اللي حواليه. بعد كده self actualization needs، اللي هي احتياج تحقيق الذات. أنا خلاص منتمي لمجموعة، محقق رغباتي الأساسية، حاسس بالأمن والأمان، الناس اللي حواليا أو الـ حاسس بإحساس الـ be loved and esteemed. ببدأ بعد كده أحس إن أنا محتاج أحقق ذاتي، ودي في ذروة الهرم أو في قمة هرم ماسلو، احتياج تحقيق الذات. وعلى الرغم من إن الحاجة للمستويات لازم الفرد يشعر بتحقيقها بالترتيب المعروض في هرم ماسلو من تحت لفوق، إلى إن في بعض الحالات بيتم إزاحة الاحتياجات الأقل تلبية لتحقيق الذات. يعني في بعض في بعض السبيشال كيسز، إن بعض مثلا الفنانين ممكن يجوعوا ويعطشوا وما يناموش علشان يحقق الذات. في بعض الطموحين جدا ممكن ان هم يواصلوا الليل بالنهار علشان يحقق هدف معين، فممكن يستغني عن بعض البيزك نيدز في سبيل السلف اكشواليزيشن. تمام. بعد كده ضمن الاندرستاندينج ذا اودينس، في موديل تاني غير ماسلو اسمه سيلكتيفيتي موديل. سيلكتيفيتي موديل بيتلخص في ان هو موديل يستخدم لتلبية الاحتياجات الجمهور او المستمعين في الوقت اللي حضرتك بتعمل له برزنتيشن فيه. اول حاجة سيلكتيف اتنشن، الاهتمام الانتقائي. هنا بيميل الجمهور او المستمع الى انه يستمع الى ما يقارب ثقافتهم او اهتماماتهم الشخصية. وفي حاجة اسمها سيلكتيف بيرسبشن او التصور الانتقائي. هنا بيتخيل الجمهور الرسائل اللي بيها مواقف او قصص بتمسهم هم شخصيا. السيلكتيف ريتينشن او الاحتفاظ التلقائي، الاحتفاظ اسفه الاحتفاظ الانتقائي، دي الرسائل اللي سمعوها بيقيموها على حسب الفاليوز الخاصه بيهم والانترستس اند فاريبلز، المتغيرات والاهتمامات بتاعتهم. مش كل الرسائل بيحتفظوا بيها، لا بعض الرسائل فقط. اخر حاجه سيلكتيف ديسيجن، وهو القرار الانتقائي حسب كل استجابه. According to all the differences, the responses to various appeals, the last decision on reaction to everyone of the audience is affected according to many social, psychological, economical. الكلام ده يعني ايه؟ يعني بيتأثر رد الفعل الخاص بكل فرد وفقا للمتغيرات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية اللي بتحيط بيه. طيب انا اللي سيلكتيفيتي موديل دي بهتم بيها ليه؟ بهتم بيها لغرض ان انا اثناء القاء البرزنتيشن بتاعي بختار رسائل تمستهم، بختار قصص تمس الاودينس اللي قدامي، بختار امثله تمس الاودينس لزياده عدد المسجز اللي ممكن يطلعوا منها من البرزنتيشن بتاعي. ما هو اكيد مش هيطلعوا ب100% من اول مره، لكن اكبر كم ممكن من المسجز اللي انا عايزه يحتفظوا بيها، او الرسائل الخاصه بالبرزنتيشن اللي انا عايزه يحتفظوا بيها عن طريق اكبرها. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اديلهم امثله قريبه منهم هم شخصيا. طيب دلوقتي هندخل في جزء الفيدباك.
ان شاء الله باذن الله هنفهم مع بعض الفيدباك ده اهميته ايه، هو جزء من الاندرستاندينج ذا اودينس. تمام. الفيدباك من ضمن المؤشرات ان الاودينس مستجيبين ليا وفاهمين اللي بقوله ومتفاعلين معايا. طيب ازاي من خلال الفيدباك اعرف ان الجمهور متفاعل معايا؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض. الفيدباك كمان بيوجهنا للطريق اللي هنكمل بيه البرزنتيشن بتاعنا، ولازم حضرتك كبرزنتر تشجع الاودينس بتاعتك على التفاعل معاك عن طريق الاسئله وتشجيعهم انهم يسالوا كمان، ده بيساعدك وبيساعدهم على ان حضرتك تقدم effective presentation الاودينس بتوعك يكونوا مهتمين بيها لاقصى درجه. انواع الفيدباكس ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها وعن تقسيماتها لفيربال ونون فيربال فيدباكس ومعنى كل واحد وكل اشاره من الاودينس بتاعتي، مع جزء الاكتيف ليسننج او هاو تو بي ا جود اودينس اند ليسننج سكيلز ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها في المحاضره الجايه وهي هتكون اخر محاضره في الكورس. أشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.